وأنا ليث بزاري سأكون معكم بعد قليل الحديث عن السفر والترحال عبر السنين على شاشتنا. ما هي أغرب المواقف التي واجهت؟ وما هي عادات الشعوب التي صدمتني؟ وفي أي بلد شاهدت غروباً من الشرق وشروقاً من الغرب؟ وأين سمعت وفهمت لغة شعب لا يستخدم الحروف ولا الكلمات للتحدث مع الآخر؟ انتظرونا بعد قليل. سنوات وسنوات من الحلقات في صباح العربية سافرنا مع البرنامج إلى أشهر الأماكن السياحية والأثرية، تعرفنا على ثقافات وحضارات مختلفة. صباح العربية دائما حول العالم، نتابع. على مدى أعوام عرفنا صباح العربية على شعوب العالم من خلال رحلات سياحية عبر القارات، هناك في الأمريكيتين مروراً بغابات الأمازون وأوروبا التاريخية وآسيا بحضاراتها المتنوعة وإفريقيا بسهولها الخلابة وحيواناتها البرية والقارة الأسترالية أقصى جنوب الكرة الأرضية، باختصار جميع أصقاع الكرة الأرضية. في فقرة سياحية مميزة دخلنا مطابخ وجلسنا على موائد عدة، وأحياناً كانت الأطباق تطهى في البرية قبل أن يتم اصطياد مكوناتها. تعرفنا على ثقافات من خلال طقوس مختلفة كتناول الشاي في اليابان أو من خلال رقصات شعوب وأعراق تقليدية. هنا أشوية في باتاغونيا الأرجنتينية، وهنا تنزانيا الإفريقية، وهذه إيطاليا القديمة، وهذه جبال الهيمالايا في نيبال. في برنامجنا الصباحي زرنا أهم معالم بلدان هذا الكون وشاهدنا شروق وغروب شمس خلابين، لكي يبدأ مشاهدنا يومه بنشاط وحيوية في صباح عربية مشرق. ليث بزاري ينضم إلينا من باريس، مراسل صباح العربية ليث بزاري. ودائما يا ليث يا زين عشتك دائما وأبدا، أهلا بك. كيف كانت تجربتك السياحية وأنت تعد كل هذه التقارير من أماكن سياحية وأثرية مختلفة حول العالم؟ يا زين عشتنا كلنا اليوم بالعيد 20 للعربية. على كل حال شفت الزميل إبراهيم بدر معنا بالموجز، ذكرت حادثة بدها تاخذ منا 10 ثواني بس. كان عندي مباشر من الحدود الرومانية الأوكرانية، وكنا عند نهر الدانوب، وعبين بننتظر المباشر كان في سفن لاجئين ورانا، وإذا بسألني إبراهيم عن السفن، بس للأسف كانت هالسفينة عابرة فراحت. بقول أنا لإبراهيم كما تشاهد خلفي السفينة واللجوء، للأسف ما كان في سفينة ولا كان في لجوء، كان بس نهر الدانوب. هاي الحادثة تذكرتها. وشفت لارا قبل شوي برضو معنا بالمباشر في أحد المباشرات على صباح العربية برضو في السياحة، كنا في كينيا كل المناطق خضراء. بتذكر كان منتج البرنامج الزميل ماجد إبراهيم، وإذا بنحكي عن إنه الخضار سألنا لارا كيف الوضع عندكم، أخضر ولا أحمر بالأسواق؟ هاي بس تذكرت الزملاء لانه كانوا معنا شويه. احنا بنتذكر كمان، اسمح لي بالنشر الاقتصادي الموجز الاقتصادي، واحنا بنتذكر قديش حاولنا نمسك حالنا بكثير من المرات واحنا بنشره الاخبار، لما تكون انت ختام التقرير يا عم تعمل لك حركه ناطت من هون، ولا عم تاكل من هون، ولا عم ترقص مع قبيله ما وبعادات غريبه لافته. كمان برضه بنتذكر قديش حاولنا نمسك حالنا وما نضحك كمان. صحيح، ما كانت سهلة، وهو هيك الواقع يعني. هذا لسه إحنا طلبوا مني أحضر كواليس بصراحة. أنا اطلع على الهواء بتوقع أحلى من الكواليس اللي حضرناها. طيب ليش؟ لأنه كان تلقائي، وبتعرف لما تكوني مباشر نادين وسهام بيكون شيء طبيعي ما بتقدر تتحكمي فيه، وما في مجال إنه نعمل مونتاج أو نقصر أو نطول باللقطة. طب أنت شو ماسك يا ليث؟ عندي فضول، شو ماسك بايدك؟ شو ايه؟ شو ماسك؟ شو عندك بايدك؟ ماسك هاي لما صورنا لما صورنا
بصلالة بتذكر بمنطقة جبل السمحان وبهديك المناطق، هاي كانت هدية احتفظت فيها. في أشياء كثيرة مثلا هون الشماغ السعودي من كتر ما هو عاجبني لحد هلأ ما لبسته، متخيلين؟ مخليه بالباكي بالعلبة تبعته حتى أستعمله، مش راح نحكي اسم الماركة لأنها مشهورة كثير بالسعودية. على كل حال بدي يعني إذا حكينا على المناطق العربية زرناها كثير، ما بنسى مثلا زيارة تونس، قطر، المغرب، الأردن، الكويت، السعودية. السعودية على فكرة المناطق التي أبهرتني بصراحة فيها مناطق مختلفة. إذا حكينا عن الباحة في الجنوب الغربي من إقليم الحجاز، شفنا المزارع الجميلة، الينابيع العذبة، المغامرات الجبلية. قبل هالمرة ركبنا من طاد في جبال الألب، ولكن أول مرة كانت في جبال السروات في السعودية. وما بننسى طبعا رحلة الدراجة من شمال المملكة من منطقة الحقل الحقل عند الحدود الأردنية مرورا بينبع وجدة والقنفذة والليث إلى جزر فرسان أقصى جنوب المملكة. يعني أكثر من 2000 كيلومتر زرت شواطئ لم تطأها قدم ومناظر كانت خلابة، يعني عن جد تحبس الأنفاس على طول الساحل الغربي لاكتشاف شواطئ السعودية اللي هي هلأ اليوم منطقة نيوم. إحنا زرناها كان لسه المشروع ببدايته، لسه ما كان واضح، فهذا كانت المناطق. وما بنسى طبعا القصيم، يعني لن أنسى سوق المسوقف الشعب الذي يقع وسط محافظة عنيزة، وزيارتي طبعا لمدينة بريدة ومتحف العقيلات وقرية المذنب التراثية التي يعود تاريخها لأكثر من 700 سنة. متخيلوا يعني مقصورة السويلم هي عبارة عن قصر تراثي كبير يعود بناؤه إلى مطلع القرن 19. هاي أشياء ما بتنتسى، أنا يعني زيارة السعودية لن أنساها. بعدين شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية، زرنا عدة مناطق كان لنا يعني الحظ عن طريق العربية وصباح العربية نزور هذه المناطق وبقية العالم. منطقة أغرب المناطق، منطقة القصيم، المخطوطات التراثية والقصور التاريخية. بقية العالم يعني حكينا أنه شروق الغرب، شروق الشمس من الغرب وغروبها من الشرق في بنما، لأنه يعني جغرافية بنما شفنا أنه كيف كانت جغرافيتها، هي تقع عشان هيك في قناة بنما تقع بين المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، فعند الـ الشمس عن جد هي البلد الوحيد بالعالم عكس الكرة الأرضية من ناحية الشروق والغروب. وإذا حكينا عن اللغات قبل شوي حكيت في العناوين كيف إن اللغات بتصير مختلفة. أنا أول مرة بسمع لغة الأدزابي، هي قبيلة في تنزانيا بيحكوا بكلاك لانجويج، يعني اللغة الكلاك الهيك، ما في أحرف، ما في كلمات. فهيك عن جد استغربنا إنه كيف طريقة كلامهم وكيف بتواصلوا مع بعض. وهاي شعوب عادة القبائل هي من أقليات القبائل اللي ما بيعيشوا لا بمغر ولا ببيوت، يعيشون في الطبيعة، يعني وين ما بيوقفوا وين ما بيلاقوا أكل بيقعدوا تحت الشجر، بيقعدوا أكا من يوم ثم ينتقلوا إلى مناطق أخرى. وطبعا عدا اليابان وما أدراكم عن لا يمع جزيلا، شكرا. اليابان وتاريخ اليابان العريق والغريب. يا زين عيشتك، شكرا لك، في أمان الله، إلى اللقاء.